لا تنتهي، وقوله الحق المبين، وحمده في أرضنا يبقى لدهر الداهرين. هلموا ننشدوا والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. باسمكم جميعا برحب بسيدنا جمال خضر دعيبس. أهلا وسهلا فيك سيدنا في بيتك وكنيستك. لكم حقيقة لاهوتية، لما المطران بيكون موجود في مكان في رعية الكنيسة كلها جمعاء موجودة، فالكنيسة الكاثوليكية الجامعة موجودة بتواجد المطران، والمطران خليفة الرسل وممثل شخصي للسيد المسيح. بعرفش إذا لاهوتيا اللي حكيته صح سيدنا، هو معلم لاهوت سيدنا. فمنرحب فيه، وأمامك هدول الأطفال سيدنا اللي بيستنوك صار لهم أشهر، وأهلا وسهلا في الجميع الأباء والأمهات. شكرا أبونا، وخلينا نبدأ هذا القداس بفعل توبة أمام الله، نقر فيها أننا خطأ وأننا نحتاج إلى رحمة الله. فلنصلي معا ولنقول: أنا أعترف بالله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة المسؤولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. ليرحمنا الله القدير، وليغفر لنا زلاتنا، وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. بدي أخبركم أنه في خوري موجود في كرسي الاعتراف، وأنا بدي أحاول أشجعكم خصوصا للآباء والأمهات عشان تعترفوا زي ما أولادكم اعترفوا وتتناولوا معهم. تفضلوا. كيريا Hey.
أكلتني سوف أشيد بمجد الله. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لمن البشر. لنصلي نسألك يا أيها الإله القدير الرحيم أن يحل علينا روحك القدوس فيسكن فينا ويجعل منا هيكلا لمجدك بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى: امتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون. قراءة من أعمال الرسل: لما أتى اليوم الخمسون كان مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلقوا من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كان فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوقفت على كل منهم لسان، فامتلوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء أتوا من أمة كل ما تحت السماء، فلما انطلق ذلك الصوت اجتمع الناس وقد أخذتهم الحيرة لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فوقف بطرس والآحد عشر فرفع صوته وخطب قال: أيها اليهود وأنتم أيها المقيمون جميعا في أورشليم، خذوا عني هذا وأصغوا لما أقول. إن يسوع الناصري ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى على يديه بينكم من المعجزات والأعجيب والآيات، كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق، فأخذتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين. إن يسوع هذا قد أقامه الله ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا هو الذين ترون وتسمعون. كلام الرب. الشكر لله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد نفسي الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، ما أعظم أعمالك يا رب. لقد صنعت جميعها بالحكمة فامتلأت الأرض من مقتناك. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. الجميع يرجونك لترزقهم أكلهم في أوانه، ترزقهم فيلتقطون، تبسط يدك فيشبعون خيرا. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الأبد، ليفرح الرب بأعماله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد
القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، إني تلقيت من الرب ما بلغته إليكم، وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر ثم كسره وقال: هذا هو جسدي، إنه من أجلكم، اعملوا هذا لذكري. وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، كلما شربتم فاعملوه لذكري، فأنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يأتي. كلام الرب. هللويا هللو هللويا 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 هللو هللويا هللويا هللويا. اهتفوا لله يا جميع الأرض، رنموا لمجد اسمه، واجعلوا تسبيحه مجيدا. هللويا 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 هللو هللويا بشارة القديس يوحنا الإنجيل الباشي. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي فأحبه أبي، ونأتي إليه فنجعل لنا عنده مقاما. ومن لا يحبني لا يحفظ وصايا كلامي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. التسبيح لك قدس الأب يوسف رزق كاهن الرعية. شكرا على كلماتك، وشكرا على عملك وغيرتك ومحبتك. أباء الكهنة، أخوات الراهبات، أهل وأخوات
وأبناء هذه الرعية، أحبائي الذين يقبلون اليوم المناولة الأولى والتثبيت. اليوم اجتماعنا هو حول أبنائنا، هم اللي جمعونا. هذه المناسبة الجميلة يتقدموا خطوة للأمام حتى يصبحوا أعضاء مشاركين في حياة الكنيسة. هم صغار كانوا أطفال، هلا كبروا بدهم ينالوا نعمة الروح القدس، يقوموا بدورهم بمسؤوليتهم. تذكروا لما جبتوهم على الكنيسة يوم العماد الأهل، إيش سألكم الخوري على باب الكنيسة قبل ما تدخلوا؟ للأب والأم، هل تدركان المسؤولية التي يلقيها العماد على عاتق كل منكما أن تربيا ابنكما أو ابنتكما على الإيمان، حتى إذا حفظ وصايا الله أحب الرب وقريبه كما أمرنا السيد المسيح؟ وجاوبت نعم. والأشابين كان السؤال مستعدين لمساعدة والدي هذا الطفل في هذه المسؤوليات، والأشابين جاوبوا نعم. هاي النتيجة، هاي النتيجة. وصلوا لمرحلة اللي لما في العماد جاوبت عنهم، تذكروا مسائل الخور عن الإيمان، أتؤمنون بالله؟ نعم نؤمن. تؤمنون بيسوع المسيح؟ نعم نؤمن. الأسئلة الأهل والأشابين جاوبوا فيها عن الأطفال. اليوم نفس الأسئلة راح نسألها للأطفال، هم بدهم يجاوبوا، هم بده يقولوا نعم نؤمن. معناته هذا الإيمان اللي استلمتوه للأهل والأشابين ونقلتوه إلى أبنائكم، اليوم نرى هذه النتيجة، أنهم كبروا في الإيمان، تربوا على هذا الإيمان، ويعلنوا هذا الإيمان اليوم في هذا الاحتفال. الأهل هم مربي الإيمان. بعض الناس بيركنوا على الكنيسة وعلى المدرسة يعلموهم، لا، المدرسة والكنيسة بتساعد الأهل، بس الأهل هم المسؤولين، هم المسؤولين عن تربية الإيمان، هم المسؤولين عن هذا المثال الصالح اللي بيعطوه لأبنائهم حتى أنهم ينموا ويكبروا في هذا الإيمان اللي بنستلمه من جيل لجيل، من يوم العنصرة اللي سمعنا عنه في القراءة الأولى مع أول جماعة مسيحية، لرعية الزرقاء الجنوبي، لأبنائنا، ويستمر هذا الإيمان من جيل إلى جيل. هكذا تنمو الكنيسة، هكذا تزدهر الكنيسة. عندما أقول كنيسة بعني فيها الرعية، لأن الرعية هي تجسيد الكنيسة. إيش الكنيسة؟ مش شيء عام، هي جماعات المؤمنين. الرعية جزء أساسي، هنا تصبح كنيسة. وإذا أبونا يوسف قال أنه بوجود الأسقف، نعم بوجود الأسقف بمعنى أنه يستلم مهمة أن يكون من خلفاء الرسل، فتكتمل الكنيسة. ولكن تجسيد الكنيسة وحياة الكنيسة وازدهار حياة الكنيسة تتم هنا في الرعية. يوحدنا جسد المسيح، كلنا نتناول جسد المسيح، المناولة الأولى. جسد المسيح والذي يجعل منا كنيسة، وإحنا بنعرف الكنيسة بنسميها جسد المسيح، نتناول جسد المسيح مشان إحنا نصير جسد المسيح الكنيسة. قديس بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس بيقول: أليس الخبز الذي نكسره هو مشاركة في جسد المسيح؟ فنحن على كثرتنا جسد واحد، لأننا نتناول هذا الخبز الواحد. كلنا رعية واحدة، كلنا جسد واحد، كلنا عائلة كبيرة واحدة. الرسالة الثانية بتحكي لنا عن اللي قرأناها، عن تأسيس الإفخارستية، والمسيح اللي بيقول اصنعوا هذا لذكري. نعم، الكاهن الذي يترأس الرعية يترأس الإفخارستية والقربان القداس. الكاهن يحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح، ولأنه الكاهن موجود فهو يترأس الرعية ويجعل من هذه الجماعة جماعة واحدة، عائلة واحدة. الكاهن يمثل حضور المسيح بيننا، لأنه هو الذي يقول في القداس: هذا هو جسدي، هذا هو دمي. وهكذا نصبح كنيسة يجمعها الروح القدس، هذا الروح القدس الذي نطلبه اليوم لأبنائنا. اليوم نعمة التثبيت، سر التثبيت،
نصلي للروح القدس حتى انه يحل على ابنائنا. في القراءة الأولى سمعنا عن العنصرة وحلول الروح القدس على العذراء والرسل وعلى الجماعة الأولى اللي بيقولنا الرسالة اللي قرأناها من كل أمة تحت السماء. إذا قرأنا النص اللي مش موجود في القراءة في أن 16 جنسية مختلفة، لغات مختلفة، حضارات مختلفة، ثقافات مختلفة، لما آمنوا بالمسيح بقوة الروح القدس صاروا كنيسة واحدة. مهما كان التنوع اللي موجود بيننا، مهما كان الاختلافات اللي موجودة بيننا، الروح القدس يجمعنا حتى نصبح كنيسة واحدة. قلت اختلافات، ما قلتش خلافات. خلافات ونزاعات ضد عمل الروح القدس. الروح القدس بيوحد، خلافات ونزاعات بتفرق ضد عمل الروح القدس، ضد مفهوم الكنيسة أن نكون جسد واحد، أعضاء كلنا في نفس الجسد. قديس بولس بيعلمنا أنه الكنيسة مثل الجسد، أعضاء كثيرة متنوعة مختلفة ولكن كلها تعمل لمصلحة الجسد الواحد. كل عضو يتضامن مع باقي الأعضاء، كل عضو يفرح لفرح الآخرين، كل عضو يتألم لألم الآخرين. هذا هي الكنيسة، هذه هي الجماعة، هذه هي الرعية. أبنائي الأعزاء، اليوم تقبل المناولة لأول مرة، جاهزين؟ حاضرين؟ صاركم فترة بتحضروا حالكم. هذا الشيء الرائع أنه هذا التحضير وبالعلى الاعتراف حتى نتناول جسد المسيح بقلب طاهر نقي، صحيح؟ دائماً لما بدنا نتناول بده يكون قلبنا طاهر نقي. خلي أولادنا يعلمونا كيف نحضر حالنا للمناولة، لأنه المناولة هي بنتناول جسد المسيح. خلوا دائماً قلبكم نقي طاهر من جوا مشان المسيح يسكن في قلبنا. والمسيح بسكنش مع الخطية، إذا في خطية ما بسكن معنا المسيح. فدائماً لما نحضر حالنا للمناولة خلينا دائماً قلبنا طاهر نقي. كل مرة خليها تكون كأنها أول مناولة بهذا التحضير الداخلي. نطلب من الروح القدس يعطيكم القوة والنعمة حتى تشهدوا لإيمانكم، حتى تعيشوا هذا الإيمان، حتى تعيشوا حياة مسيحية حقيقية. هذا الروح القدس هو اللي بيقوينا، بيعطينا نعم كثيرة، بيعطينا مواهب كثيرة. وبختم بدي أذكر نعمة من نعم الروح القدس اللي بيعطيها إلنا كلنا، وهي نعمة المحبة اللي بحكينا عنها الإنجيل اليوم، الإنجيل المقدس. القديس بولس بيقول إن محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس. مع الروح القدس يعطينا نعمة المحبة، محبة الله ومحبة القريب. هذا ما نطلبه، مش بس لكم، للكل، إلنا كلنا. نطلب من الروح القدس إنه ينزل علينا كلنا اليوم حتى فعلا يمنحنا هذه النعمة، نعمة المحبة فيما بيننا، لنكون كنيسة واحدة، عائلة واحدة، رعية واحدة. آمين. لنصلي أيها الإخوة الأحباء إلى الله القدير كي يرأف بأبناء هؤلاء الذين ولدوا ولادة جديدة ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبها بالمسيح ابن الله. في لحظات من الصمت لنشترك جميعا في الصلاة طالبين نعمة الروح القدس. أيها الإله القدير، يا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس منقذا إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليت. هب لهم روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى،
واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا. آمين. أبنائي الأعزاء، أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا الابن الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ أتؤمنون بالروح القدس الرب المحي الذي سيهب لكم اليوم بنوع فريد بسر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ هذا هو إيماننا، هذا هو إيماننا، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا. آمين. ما أعظم هذا الشرف، ها أنا جندي المسيح، إبليس خاف وارتجف، جد يا لساني من عدا، إذ صار لي حصنا منيع. ما أعظم هذا الشرف، ها أنا جندي المسيح، إبليس خاف وارتجف، جد يا لساني بالمزيد. ربي حباني حكمة لأقوم فيما يبتغي، ربي حباني قوة حتى أقاوي ما سفيه. ما أعظم هذا الشرف، ها أنا جندي المسيح، إبليس خاف وارتجف، يا لساني بالمديح. كنزا حباني قد على كل الكنوز الفانية، الفهم يرفعني إلى تلك السماء العالية. جندي المسيح،
الأعزاء لما كنا قد تلقينا روحا يجعلنا أبناء وبه ننادي يا أبتاه، فلنرفع دعيتنا في عاطفة بنوية إلى الله الآب القادر على كل شيء. يا أم الكنيسة وأم الكاهن العظيم، نصلي إليك من أجل قداسة البابا فرانسيس الأول ورئيس الأساقفة وسيادة المطران جمال خضر وكاهن رعايتنا وراهباتنا وجميع الكهنة والرهبان والراهبات، ولكي يمدهم الروح القدس بنعمه، ومن أجل أن يختار الرب من بيننا من يكرسون أنفسهم للعمل بكرمه المقدس، على مثال أمنا مريم العذراء المكرسة الأولى في الكنيسة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي لك يا رب من أجل المسيحيين في العالم كي يعيشوا الرحمة والمغفرة ومعنى سر القيامة في حياتهم، ويزرعون الفرح والمحبة ونور كلمة الإنجيل في كل مكان. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا ملك السلام، نصلي إليك حل السلام في بلادنا وفي جميع البلاد التي تعاني الحرب والظلم وإنكار حقوق الإنسان، فتسود العدالة والمحبة والسلام نائم بين البشر. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي لك يا رب من أجل الذين فقدناهم من أهلنا ومعارفنا وأصدقائنا وانتقلوا إلى ملكوتك السماوي كي يتمتعوا بمشاهدة وجهك الأبوي. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا سيد الرحمة ويا سيد الغفران، نصلي إليك من أجل رعيتنا كي تستطيع بقوة الروح القدس أن تحرر من الأنانية والآفاق الضيقة، فتنفتح على المحبة الشاملة على احتياجات الآخرين بكرم وإخلاص، خاصة في هذه السنة، سنة السير معا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها المنتصر على الموت، نطلب منك من أجل أبنائنا وبناتنا المتقدمين اليوم من سر القربان المقدس والميرون، أتثبتهم نعمة الروح القدس على الإيمان والمحبة والرجاء، فيشهدوا لك بسيرة حسنة وبثقة ورجاء وفرح. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا رب، نصلي من أجل الوالدين والأشابين الذين أقسموا اليوم على تربية أبنائهم على الإيمان القويم دائما بالقول والمثل على سير على خط رب الحياة الموت، بشفاعة أم العذراء أم الكنيسة المقدسة. إلى رب نطلب. استجب يا رب. استمع يا رب لصوت شعبك، وإن كان هذا غير أهل لنيل ما يسأل فامنحه إياه من فضل نعمتك بالمسيح ربنا. آمين. إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب دعائي في وقت ضيقي، بحثت عن النجاة فجئت إليك قائلا يا رب الحياة، اسمع صلاتي واستجب دعائي. إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العالمين.
صوتي واستجب دعائي آتي إليك في هيكل قدسك وأجثو خاشعا أمام عرش مجدك اسمع صلاتي واستجب دعائي إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودة إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي ربي يسوعي يا رب صخرتي تكل قلبي اسمع صلاتي واستجب دعائي إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودة صلاتي واستجب دعائي في وقت ضيقي بحثت عن النجاة فجئت إليك طالبا يا الحياة اسمع صلاتي واستجب دعائي إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودة يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي. صلى الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل من يومكم هذه الذبيحة ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نسألك يا أيها الرب العطوف أن تتقبل قرابين أبنائك وأن تعمل على أن يكونوا أكثر شبها بابنك الوحيد فلا ينقطعوا عن الشهادة له مشتركين في تذكار فدائه الذي به استحق لنا أن نعطى موهبة الروح القدس هو الحي المالك إلى أبد الدهور. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا لنرفع قلوبنا إلى العلا إنها لدى الرب لنشكر الرب إلهنا ذلك حق وعدل إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا فإنه لما جلس ورسله للعشاء الأخير أراد أن يخلد ذكرى صليب الخلاص عبر الدهور فقدم لك نفسه حملاً لا عيب فيه ذبيحة تسبيح مرضية وأنك لتقدس المؤمنين إذ تقوتهم بهذا السر الكريم كي تجعل الجنس البشري
الذي يسكن عالما واحدا يستنير بإيمان واحد ويجتمع على محبة واحدة. وإننا إذ نحيط بمائدة السر العجيب يغمرنا جمال نعمتك فنصبح على مثال أهل السماء. لذلك ها إننا ها الأرض والسماء لك تسجدان ونشيدا جديدا تنشدان، ونحن مع كل جند الجيش السماوي لك على الدوام نسبح قائلين: قدوسا 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم هوشما قدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسى وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك أيها الأب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني،
نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. يجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف ورسلك الأبرار، ومع القديس بيوس العاشر شفيع هذه الكنيسة، والقديسة ماريا الفونسين، والقديسة كاترين السيانية، والأم تريزا، وشهدائك الأمجاد، وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحاتنا هذا على عالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثابت الإيمان والمحبة كنيساتك في مسيراتها نحو السماء مع خديمك حابر رضم البابا فرانسيس وبطريركنا بير باتيستا وأسقوفنا جمال وجميع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحانين لطلبات أسراتك هذه التي شئت أن تنثر أمام جلالك، واجمع يا رب لطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخواتنا الراكدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو نتمات معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا على تجود العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. إننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. تبادلوا سلام المسيح. يا رب سلامي أمطر علينا السلام. سلام يا حمل الله
الحامل خطايا العالم امنحنا السلام امنحنا السلام امنحنا السلام. هو ذا حمل الله هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. حينما كان المساء حيثما الفصح أعيد، طاب للرب العشاء ولأكله استعاد، فاتك بكل شوق مع رسله الكرام، وحواليه كطوق عقدوا عقد الوئام. أخذ الحنان خبزا ثم كسر وقال: يا تلاميذي وصحبي، دونكم عهد الوصال، فخذوا كلوا جميعا جسدي قوت لكم، إنه يبقى ملاذا دائما حيا بكم. وكذاك الكأس عنها قال مولانا المجيد: هذه كأسي فاشربوها إنها عهد جديد، اصنعوا هذا لذكري بجلال وهيام، ولتكن نعمة سري معكم على الدوام. ثم قد قام الإله عن عاش السر المهيب، خاليا عنه رداه ناظرا قريب، وبمنديل تأزر هو سيد المجيد، غسيلا أقدام رسل باتضاع كالعبيد. أريد قلبا أنمو من فيض حبه، قلبا يبقى لي دوما يشدني إليه، قلبا يحب ضعفي لا يخجل به، هذا قلبك ربي من سواك يسوع. أريد قلبا يغمر كل جراحي، يبدد كل خوفي، يطهر روحي، قلبا يكون راحتي في ظله أرتاح.
صرختي يسهر على ضعفي لا يغفل عني يفك كل قيد يحرر فكري هذا قلبك ربي من سواك يسوع من سواك سواك يسوع إن شئت حياتي فبين يديك إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك غير حبك الأمين والسعي إليك هذه هي طلباتي هذه منياتي فاستجب لي يا إلهي اشفني وقوتني بخبز السماء كلما اعتراني جوع أو ظما واجعل في فؤادي حب الانتماء والتأني في سبيل حفظي ودك وإذا أخطأت هبني الندم والعزاء يا إلهي إذا ما ضعفت أنت قوتي إذا ما حزنت أنت سلوتي إنك القدير شدد همتي لبناء الملكوت ما بين الأنام في وسط الصعاب أذكر عهدك وانتشلني يا إلهي أيها الرب أبانا إن قلوبنا مليئة بالفرح والشكر فلقاؤنا بك اليوم هو عيد لنا منذ مولدنا الثاني بالعماد لقد أنعمت علينا بنعم وخيرات كثيرة فقد أصبحنا أبناءك وشركاء حقيقيين لسر الفداء واليوم استذوقنا طعم السماء الأبدية بتناولنا جسدك ودمك وجعلتنا شهودا لك بحلول الروح القدس علينا بسر التثبيت المقدس نشكرك من كل قلوبنا على هذه النعمة ونطلب منك دائما أن تكون رفيق دربنا في حياتنا وأن تبارك عائلاتنا وكنيستنا وكل من أوصلنا لهذه المرحلة المقدسة من حياتنا آمين اليوم عيوني فرحاني جايل عندك بخشوع اتناول الإرباني وحطك بقلبي يسوع اليوم عيوني فرحاني جايل عندك
اتناول الإرباني حطك بقلبي يسوع. بطلب منك يا ربي تحمي بشفاعة مريم أمي وبي ربوني وخلوني بنورك أحلم. يوم عيوني فرحاني جاي لعندك بخشوع اتناول الإرباني حطك بقلبي يسوع. إربان اللي خدت اليوم يا ربي أعظم نعمي بدي خبر كل الكون عنك يا بي الرحمة. يوم عيوني فرحاني جاي لعندك بخشوع اتناول الإرباني شكرا سيدنا وجودك أعطانا يسوع والروح القدس والآب السماوي كمان ثالوث الأقدس. إذن مبروك يا حلوين صغار أنتوا، خلينا نزقف لهم كلهم هدول. هلا أنتوا بتفكروا حالكم مبسوطين، بس أقولكم في واحد مبسوط أكتر منكم، مين هو؟ يسوع. هو المبسوط أكتر منكم لأنه دخل في قلبكم لأول مرة بطريق بالقربان الأقدس. طيب، هاي الزيارة من سيدنا بتنعد كمان زيارة رسمية للرعية، فبعد شوي سيدنا بده يوقف هون وال الأولاد والبنات بدهم يتصوروا معه، وبعدين اسمحوا لسيدنا والأولاد يطلعوا قبلكم عشان كلكم تسلموا عليه لسيدنا، وهيك بنكون كرعية استقبلنا. لنصلي. اشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، ويجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهج كنيستك بقداستهم ويعملوا على ازدهارها في العالم بسيرتهم ومحبتهم بالمسيح ربنا. آمين. إله النور الذي أنار التلاميذ بفيض من الروح المعزي يغمركم ببركته وبهبات ذلك الروح إلى الأبد. آمين. وتلك النار العجيبة التي تراءت على الرسل تطهر قلوبكم من كل شر وتضرمكم بلهيبها الساطع. آمين. والروح الذي جمع الألسن المختلفة على الإقرار بإيمان واحد يثبتكم في الإيمان على الدوام حتى تشاهدوا يوما ما أنتم له راجون. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. حبك يا مريم غاية المنى، يا أم المعظم كوني أمنا، ابنك أوصاك بنا في الصليب أعطانا إياك في شخص الحبيب. صلي صلي لأجلنا بالأم
امتحاننا إنا نستعين. أظهر المعونة منك للبنين، كلما ترجوك نفسنا تطيب. إننا ندعوك من واد النحيب. صلي صلي لأجلنا، نطلب الحماية من كل الآفات، ضعيف العناية في يوم الممات. يا أم الرجاء والحب الجميل، يا باب السماء حبك السبيل. صلي صلي لأجلنا. لا يكن يا مريم حظ العابدين يوما في جهنم مثل الجاحدين. اذكري سخاك في كل الحقاب، قط ما أتاك طالب وخاب. صلي